مرحبا. اهلا، تفضلي. انا جميلة شاعر، طلبوني لهون مشان المقابل. طيب، بدك تستني. بس انا اجيت على الموعد اللي حددته، يعني مو لازم فوت دغري على المقابلة؟ الكل مطلوبين بنفس الساعة، بدك تستني. بس انا ما معي وقت ابدا. لا تاخذينا، عم يزبطوا الميكروفونات جوا، وبس يخلصوا شغل بيدخلوكم بالدور. وقدي رح استنى؟ ما رح يطولوا كتير، هدول تدرب عليهم لو سمحتي. ماشي. نعم امي. طمنيني، شو الوضع؟ من شوي بس وصلت. ليش هيك تأخرتي؟ قالوا لي بدي انتظر لأنه لسه ما بلشوا. يعني في بنات كتير؟ ايه، ليكن قدامي معبيين الصالة، نفس الوجوه كمان. امي انا رح ختير على ابواب هالشركات مع البنات هدول. هلا انت بالشركة ولا عم تكذب علي؟ قولي الحقيقة وبلا لف ودوران. انا بالشركة امي، والله بالشركة. اذا بدك هلا بتحكي مع المخرج. لا صدقت، خلص حبيبتي، بس ليكي لما تخلصي حاكيني. طيب ماشي، ان شاء الله رح تنجح اليوم. باي باي. طالبين بنتي جميلة على التصوير. قال في عندهم عمل كتير مهم. راحت على المقابلة، إن شاء الله بيقبلها. الله يسمع منك. بس يصير عندك وقت تعالي لهون حتى أصل لك شعرك، صار بدهم تطريف. إن شاء الله بيجي، بس لحتى لاقي فرصة مناسبة وأقدر أهرب من الشغل. هربي وتعالي، إلك علي بساعة واحدة زبط لك ياهون. شكرا كثير إلك. يلا بخاطرك، مع السلامة يا روح قلبي. هالبنت اللي عندي مجنونة والله. شوفي. كنت عم قلها انتي ما رحتي على الشركة، مو مصدقة انك بالمقابلة. قامت تصورت هالصورة وبعثت لي اياها، متصورة قدام شعار الشركة. مرحبا. يا اهلا وسهلا بجارتنا، شو هالمفاجأة؟ شكرا. لك كيفك؟ منيحة. نشكر الله انه لساتك متذكرة الطريق لهون. اتفضلي اتفضلي، اهلا وسهلا. والله ما عم بيصير عندي وقت. يعطيك العافية. شو بتحبي تشربي؟ كاسة مي باردة. هاجر تكرمي. ايه، شو بدنا نساوي؟ اول شي حابة تقصيري الاطراف. تمام. بعدين بدي سشوي. ايه تكرمي، شعرك نظيف؟ ايه نظيف. منيح. طيب لكان خلينا نبلو. شو سراء، كيف بتحبي القهوة؟ مو ضروري. بلا، وسط لو سمحت. طيب هاجر، ساوي لنا فنجان قهوة وسط لهند خانم، وتوصلي فيه كتير منيح. تكرمي مدام. هاتي عنك، أنا اللي رح أهتم فيك اليوم يا خانم. شو المناسبة اليوم؟ عيد زواجنا اليوم. كتير حلو، كم سنة صار لكم؟ عمر طويل، إلنا عمر أنا وياه. الله يخليكم لبعض يا رب، وإن شاء الله بتشوفي أحفادك. شكرا. كأنه سمعت إنه ابنك مهند طلع من السجن. إيه مزبوط، طلع من كم يوم. والله ما قدرت إجي زوركم وهنيكم، لا تواخذيني لأنه عندي شغل ومعجوقة كثير، بس رح حاول إجي عن قريب. ما بتقصري. صحيح، شو رأيك تجي اليوم المساء لعنا؟ مو معقولة. لا، عيد زواجنا هو حجة، أنا اللي بدي إياه تجتمع كل العيلة على نفس الطاولة. الحمد لله ابني خلص محكوميته. إيه الله يوفقه. كتير بننبسط إذا بتجي، أكيد ابني مؤيد رح يفرح.
لأنه هو كتير حابب إنه نكون عيلة وحدة. شكراً لك كتير على العزيمة، بس مو معقولة إجي. مؤيد أكيد رح يجيب جميل المسا. لا تضلي لحالك بالبيت، يعني أكيد عم تملي من القعدة لوحدك كل يوم. يعني ابنك كتير مشكور، كل يوم والتاني بياخد بنتي مشوار. يعني شو نهاية هالعلاقة بيناتهم؟ ما عم بفهم. يعني المفروض إنه نحكي بوضعهم لنعرف شو بدهم يعملوا، كيف بدهم يستمروا مع بعض بهالحياة. باين عليهم إنه مصممين على الزواج. بالله؟ طبعاً لازم نقعد أنا وياكي لنحكي عن الموضوع بالتفصيل، بس أنا شايفة إنه علاقتهم كتير حلوة ومنيحة. يعني أنا خايفة، بتعرفي قلب الأم، لأنه الزواج مسؤولية مو سهلة، ومو عارفان بصراحة إذا كان قرارهم مزبوط. مزبوط. شو مشان اليوم؟ رح تجي؟ شكلي مضطرة أجي مشان بنتي وشارككم في فرحتكم. شو صار؟ شو رأيك؟ والله ماشي حاله. ما هذا الجاكيت اللي لابسه شو بيسوى من الآخر؟ 3000. ولإلي؟ صدقني أكتر من هيك أنا ما فيني راعيكم. ايه خلص راعينا بقى، رح ياخد أكتر من شغلة. منشوف، لكن رح ورجيكم على الشغلات المناسبة للجاكيت. عن إذنكم ما بطول. أهلا، عن إذنكم. قال ما فتنا لهون والبنت عم تتعامل معك بلطف. طول عمري بيجي لهون ولا مرة عبروني. ايه بزدوا الأواعي قدامي وبنقي لحالي وما حدا بيطلع بخلقتي. هذا هو الفرق اللي بيني وبينك. يا تكرم عيونك، بتستاهل. خلاص على طول رح اجي معك لهون. شو رأيك جرب هذا علي؟ ها؟ ايه؟ لك انت واشي؟ شو معناته؟ Un mondo meres possible. ما فهمت. يعني العالم يمكن يكون أفضل. بعد ما خلصت جيش حملت حالي ورحت رحلة، وهنيك تعرفت على بنت عاملة هذا الوشم فعملت مثلها. حاجتك بقى. والله هي عاملة نفس هذا الوشم بالضبط، بس هي عملته بمكان مخفي. يا أزعر. بس أنا كمان عامله بمكان مميز. ها؟ شكلك مبسوط فيه كتير. عبالك مثله؟ مفكرني أجذب مثلك؟ اي والله. تفضل جرب هاي، كتير بتلبق لك. هالكنزة بتظهر لك لون عيونك مزبوط. فهمت، قصدك تقولي لون عيوني مانو حلوين، ما هيك؟ بالعكس حلو كتير. بعرف، هدول خليهم هلأ، ما رح ناخدهم. هدول اللي أخدناهم شو حسابهم من الآخر؟ لا إلوها ثواني هلأ بحسبهم.